تشهد جامعة فلسطين التقنية خضوري اليوم اشتباكات ضارية ما بين طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري وطلبة آخرين من المدارس المحيطة ضد قوات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية التي تزايدت وتيرة اعتداءاتها على الجامعة وحرم الجامعة. ففي الأسبوع الماضي بلغت هذه المواجهات أشدها، حيث وقع هناك أكثر من 23 جريح من طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري جراء هذه الاشتباكات، بالإضافة إلى أحد الطلبة تم اعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية. ومن باب المسؤولية التي تقع على إدارة الجامعة في حماية أبنائها الطلبة وفي حماية الجامعة ومدخراتها ومرافقها، أخذت إدارة الجامعة على عاتقها قراراً بتعليق الدوام يومي الثلاثاء والأربعاء في الأسبوع الماضي، حفاظاً على أبنائها الطلبة وحفاظاً على ممتلكاتها التي كانت عرضة للانتهاكات الإسرائيلية. وكان من المفترض أن يكون الدوام اليوم الأحد صباح هذا اليوم كالاعتياد العادي. مر الدوام على وتيرتها الطبيعية، ومع منتصف اليوم مع ظهيرة اليوم بدأت الاشتباكات ما بين مجموعة من الطلاب وبين قوات الاحتلال العسكرية، أدت إلى وقوع العديد من الإصابات. بلغت حتى الوقت الحالي 10 إصابات حسب الإحصائية التي توردت إلى مكتبنا اليوم. وبالإضافة إلى ذلك توغلت القوات الإسرائيلية إلى داخل حرم جامعة فلسطين التقنية خضوري وألقت بقنابل الغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى الرصاص الحي ورصاص المطاط وقنابل الصوت، مما أربك العملية التعليمية والمسيرة التعليمية والمسيرة الأكاديمية في داخل الجامعة، فاضطر إلى تعليق الدوام. في كل مرة ينتهك بها هذا العدو الجامعة تتوقف العملية التعليمية وتتعطل الدراسة لأكثر من 6500 طالب على مقاعد هذه الدراسة. الجدير بالذكر، وهناك معلومة لابد من الإحاطة بها لدى جميع السادة المشاهدين في هذا الوطن، أن جامعة فلسطين التقنية خضوري تنفرد دونا عن غيرها من الجامعات الفلسطينية وجامعات العالم بأجمع، أن في داخل حرم جامعة خضوري يوجد هناك بؤرة عسكرية استيطانية لقوات الاحتلال العسكري، فهي تسيطر على أكثر من 23 دلم من حرم جامعة فلسطين التقنية خضوري وتقيم عليه مركزا للرماية ومركزا للتدريب الجيش في داخل حرم الخضوري. فعندما أنا أقول أن القوات الإسرائيلية توغلت، لا أقصد بأن القوات الإسرائيلية أتت من خارج الجامعة واقتحمت الجامعة، فهي أساسا موجودة في الجامعة ولم تخرج منه، رغم أن هذا في الأعراف الدولية هو منافي للقانون الدولي الإنساني ومنافي لاتفاقية جنيف الأربعة، خاصة الاتفاقية الرابعة التي تحرم الاعتداءات على الأعيان المدنية والجامعة، عين مدني لا يجوز المساس به. ندعو جميع المحطات الإعلامية بأخذ دور ريادي بتوثيق كل هذه الانتهاكات التي تعرض لها خضوري، خضوري العراقة، خضوري جامعة الدولة، خضوري الجامعة التقنية في هذا الوطن. إدارة الجامعة أيضا من باب المسؤوليات منذ الأسبوع الماضي أخذت على عاتقها العديد من الإجراءات ضمن خطة محكمة، سواء بالاتصال مع الجهات الرسمية في داخل المحافظة وعلى مستوى الوطن، حتى المؤسسات الدولية والمؤسسات الإنسانية التي من شأنها الحفاظ على المسيرة الأكاديمية في داخل هذه الجامعة وتحييد الجامعة من أيدي أي عابثين قد يضرون بهذه المسيرة. فكان هناك سلسلة من الاجتماعات اجتمعت بها الإدارة مع الفصائل ومع الكتل الطلابية وممثلي الكتل الطلابية ليتحمل الجميع مسؤوليته تجاه هذا الصرح العلمي العريق، صرح فلسطين جامعة فلسطين التقنية خضوري. بخصوص الأيام القادمة، لم تعلن إدارة جامعة فلسطين التقنية خضوري عن أي تعليق أو عن أي تعطيل للدوام. فالمسيرة الأكاديمية هي في وضعها الطبيعي، نحن نتعلم ونقاوم ولا نريد أن تمر مخططات الاحتلال على هذه الجامعة في أي تعطيل أكاديمي للمسيرة الأكاديمية. فنحن نعتبر أن التعليم حق مقدس للطالب، يجب الحفاظ عليه ويجب عدم المساس به.
فالتعليم والمسيرة الأكاديمية في الأيام القليلة القادمة وفي الأسبوع القادم وفي هذا الأسبوع هي تسير على النحو الطبيعي، ولا أي تعطيل ولا أي تعليق من قبل إدارة الجامعة. قصة المعسكر في أراضي خضوري، هذا كان قبل عام 2000 يستخدم هذه المنطقة كدي سي او اللي هو الارتباط الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن ما بعد اندلاع الانتفاضة الأقصى في عام 2000 أتت الجرافات الإسرائيلية ووضعت السواتر الترابية والمكعبات وبدأت تستخدم هذه المنطقة التي كانت تستخدم كمنطقة ارتباط إلى منطقة عسكرية تدريب للجنود الإسرائيليين منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة. وإدارة الجامعة الحالية تقوم بجهودها المستمرة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، من شأنها فتح السياسات الإسرائيلية في وجود هذا الجسم الاستيطاني في داخل حرم الجامعة. فلا يوجد حرم في العالم جميعه منتهك إلا حرم حرمة جامعة خضوري من خلال هذا المعسكر. فجميع الوفود التي كانت تأتينا بزيارة إلى الجامعة سواء من أوروبا أو أمريكا أو جنوب شرق آسيا أو حتى عربيا وإسلاميا، إلا وكان يرتب لها جولة ومؤتمرا صحفيا ونضعها في صورة الوضع كي يكون هؤلاء سفراء لخضوري في دولهم لتوضيح طبيعة هذا الاستيطان العسكري الموجود على أرض خضوري. آملين من الله أن يكون الاحتفال بجلاء هذا المعسكر قريبا على أراضي خضوري واستلامه لتكمل الجامعة خططها في استكمال خططها ببناء كليات ومرافق أكاديمية من شأنها تطوير العملية الأكاديمية في الجامعة وفي فلسطين إن شاء الله.